جدا نحط رحالنا في الجنة، قريب جدا نوصل للجنة ونطلق الدنيا بشهواتها وملذاتها. أحمد السميري مات هو مبتسم، طارق الدنيا يضحك. ادخل بالحين إذا رحنا، ما باك تروح تقرأ السيرة الذاتية ولا ايش قالوا عنه العلماء ولا المشايخ ولا مقاطع اليوتيوب اللي نزلت عنه، لا لا لا، أباك بس تروح تبحث عن صورته بعد الغسيل تكفيك. شفته هو مغسل مكفل مبتسم، قول من يضحك هذا؟ ليش يضحك في سكر؟ ليش يضحك هو ميت؟ اسأل نفسك ايش السر في الابتسامة. ترى أحمد السميري مات عمره 35 أو 36 سنة، تاب وعمره 19 أو 20 سنة، 15 سنة في الاستقامة، لكن مات ايش؟ مات حاج، مات حاج. يجي يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، ايش باقي تنتظر؟ هذا أحمد مات في الجمرات، مات وهو في الحج. بختم لكم شباب حقين الاستراحات وبنات الشاليهات، تدرون كيف ماتوا؟ أقسم بالله العظيم، حفلة مختلطة بنات وعيال، أعرفها وأعرف صاحبها وصاحبها يعرفني، صاحب الحفلة يعرفني. اجتمعوا في الثلث الأخير من الليل، بنات وعيال، شكشكة وحشيش وشراب قبل الفجر. يخرج أربع بنات من الحفلة مع السواق، مكياج وضحك وناسة، والله ما طلعوا من باب الشاليهات ومسكوا الخط حق الشاليهات اللي أكثر الشباب يعرفوا، والله بمجرد ما دخلوا في الخط الرئيسي، الشارع الرئيسي حق الشاليهات، سيارة جيب مسرعة بأقصى سرعة تخش فيهم، الأربع بنات المتمكيجات اللي يضحكون قطع على الأسفلت والرصيف، ناس يموتون في الجمرات حاج، وناس يموتون في الشاليهات سكارى ومحششين وطالعين من زنا وخنا. ليه هذول ماتوا هنا وذول ماتوا هنا؟ من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حوسب يوم القيامة عليه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنيئا 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 لمن فرح الله في هذه الليلة وتاب ورجع.